السلام عليكم ورحمة الله متابعيني. اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022، توفي مساء الممثل والمخرج المغربي محمد عاطفي بعد نقله بشكل عاجل إلى المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية. أعلن الممثل رشيد الوالي خبر وفاة محمد عاطفي بنشر صورة جمعته به عبر صفحته الرسمية على الانستغرام، حيث وصفه بالأب الروحي. وكتب الوالي في تعليق على الصورة وهو في صدمة كبيرة: توفي قبل قليل المخرج والأب الروحي لي شخصيا محمد عاطفي بعد دخوله المستشفى بدقائق، إن لله وإنا إليه راجعون، المعذرة، لن أتكلم أكثر فصدمتي كبيرة وسوف أعود للحديث عنه لاحقا، عزائي لعائلته الصغيرة والكبيرة، ويكفي أن أقول رحل مبدع مسلسل سرب الحمام. إنا لله وإنا إليه راجعون، خروج الجنازة يوم الجمعة غدا ظهرا انطلاقا من بيته بحي شمعو بمدينة سلا. كانت هذه تدوينة رشيد الوالي. يشار إلى أن الراحل محمد عاطفي هو واحد من مخرجي الدراما المغربية عبر مسلسلات من بينها سرب الحمام في العام 1998، وهو من بطولة رشيد الوالي ونور الدين بكر وسعيدة بعدي وسعاد صابر. يعتبر الراحل محمد عاطفي من أبرز صناع الدراما المغربية عبر مسلسلات ما زالت تحتفظ بها ذاكرة المتفرج المغربي، كالطريدة، في كل حصة قصة، إنسان في الميزان، سرب الحمام، ضلال الماضي، الوصية، المصابون، الأبرياء الجزء الأول، وأفلامه التلفزيونية كغريب في الحي، حكاية زروال، حصاد الخطيئة، البطاقة، يدي في يديك، ذات مساء، وأعمال أخرى في مجال المسرح والستكومات والكليبات الغنائية. تخرج على يد عاطفي جيل من الممثلين الذين أصبحوا نجوم الشاشة الصغيرة كما الكبيرة، كعبد الكريم رقاقنا، هدى الريحاني، فاطمة خير، رشيد الوالي، مصطفى خير وغيرهم. إنا لله وإنا إليه راجعون.